بوست زي دي هتبقى ب 25 جنيه. 25 دي ب 25. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد ومكان جديد. هنشوف النهارده تشكيله حلوه جدا من الشنط الرجالي، الوسط والظهر والكروس وشنط الرجل وشنط السفر وشنط الرحاله كمان اللي هي بتتوسع وتتضيق. هنشوف كل حاجه معانا بالاسعار. الاسعار بدات معانا من 25 جنيه شنط الوسط، وشنط الرجل بدات من 40، والكروس بدا معانا من 25 جنيه. هنشوف كل حاجه معانا في الفيديو، اسعار وخامات ومقاسات. معانا كمان الشنط القماش والجلد والكتان، والعنوان كمان واحنا موجودين فين قدام سنترال العتبة، والعنوان كمان متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشة. بس قبل ما ابدأ الجولة انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدأ الجولة على بركة الله. الاسعار بدأ من كام يا زياد؟ الاسعار بدأ من 25 جنيه. 25 جنيه حاجة زي ايه طيب؟ في حاجة زي كده وسط ب 25. بصوا حاجة وسط زي دي هتبقى ب 25 جنيه. تمام، حلوة أوي. في ألوان منها ولا الكحلي بس؟ في ألوان الكحلي والأحمر والأسود والرمادي، ألوانها كلها موجودة. ب 25 جنيه حبايبي. في حاجة زي كده ب 45. بص وريها لنا بقى. حاجة كده ب 45. بصوا حبايبي. حاجة زي كده قلنا عاملة كام؟ 45 جنيه. 45 جنيه حلوة قوي قوي. والله حلوة والماتيريال مش وحش برضه. في حاجة زي كده رجل. في حاجة زي كده. دي اللي هي الرجل. ب 40 جنيه. الشنطة الرجل دي ب 40 جنيه، بصوا دي ب 40 جنيه. دي اللي بتيجي بس على الرجل. تمام. في ايه معانا تاني؟ في حاجة زي كده ب 50 جنيه. بس دي تحفة. دي رجل برضه ولا وسط؟ لا دي وسط كده كروس. كروس تمام. بس بتتلبس كده. قلنا سعرها كام دي يا زياد؟ 50 جنيه. دي ب 50 جنيه، هتيجوا تاخدوها بالقطعة كده 50 جنيه. تمام. زي كده كروس ب 40 جنيه. دي ب 40 جنيه كروس برضه، بس دي شعبي شوية. في حاجة زي كده ب 35. بصوا حاجة زي كده. 35. دي عاملة 35، ألوان متاحة منها دي يا زياد ولا إيه؟ ألوانها هتلاقيها متاحة. 35 تمام. حاجة زي كده ب 65. حاجة زي دي برضو كروس 65 جنيه. بصوا اهي 65. بصوا دي 65 تمام. في حاجة وسط جلد كده، الجلد الأصلي ب 75. دي الجلد الأصلي الوسط عاملة كام؟ 75. 75 حلو قوي، وجيوبها كتير على فكرة. تمام. في حاجة زي كده ب 60 جنيه. بصوا حاجة زي كده كروس برضو، دي عاملة 60 جنيه. كل دي شنط رجالي. في حاجة زي كده وصلة وسماعة يو اس بي مع الوصلة بتاع اليو اس بي، ظهرها كله متبطن وبتتعلق على الظهر. تمام. 110. دي ب 110 مع الوصلة بتاعتها. الوصلة والسماعة وظهرها متبطن واتنين سوستة. تمام. في حاجة جلد كده برضو وصلة بتاعتها جلد الأصلي 100 جنيه. بصوا دي هتاخدوها ب 100 جنيه، بص سعرها 100 جنيه. الجلد تمام. الجلد الأصلي ده. ده الجلد الأصلي. تلات سوستة. تمام. في حاجة زي كده ب 25. دي بكام؟ 25. دي ب 25. بتلبس ازاي؟ البسها لنا كده يا زياد، البسها لنا كده يشوفوك. البسها عليك. بصوا حاجه زي كده اهي عشان اوريها لهم. بس بصوا حاجه زي كده، خلي وشها ليا بس تبان يا زياد. بصوا دي قلنا هتبقى بكام يا زياد؟ 25. ب 25 جنيه الشنطه دي، حلوه قوي. تمام. في حاجه زي كده، بصي حاجه زي كده، حاجه نضيفه كتان الاصل. دي كتان. دي ب 120. دي ب 120 جنيه كتان. الوان متاحه منها يا زياد؟ الوان متاحه الزيت والاسود والرمادي. تمام. في حاجه زي كده جلد، الجلد الاصلي الغولو 100 جنيه. دي ب 100 جنيه الجلد الاصلي، حلو قوي دي. بصوا دي هتبقى ب 100 جنيه. تمام. في حاجه امهات زي كده ب 110 حريم. بصوا استنى يطلع لنا الدم معانا. 110 حريم، حاجه كبيره، حاجه نظيفه. دي خلي وشها ليا بس يا زياد، دي هتبقى ب 110. تمام. حلو قوي. 110. في حاجه زي كده وسط كتان الاصل. تمام. 65. ده كتان ب 65 جنيه الاصل. حلو قوي. تمام. تمام. وفي حاجه كبيره كده جلد، دي حجم كبير شويه، حجم كبير ب 75 جنيه جلد. بص ثبت لنا دي هتبقى ب 75 جنيه. تمام. الوان متاحه منها، شايفه موديل تاني ده عامل كام برضه؟ في حاجه زي كده الجلد الاصلي ب 120 جنيه. 120 جنيه. تمام. في حاجه كاجوال زي كده 70 جنيه. بصوا اعدل لنا وشها بس تبان معانا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. يوميا مكة. انت جاي تبع القناه؟ الاول متابع. الله يخليك على راسي. انت منين؟ منين؟ طب تعالى بس اقول لك. بص لها فيديوهات انت. بص بص لها فيديوهات انت.
على راسي. انت منين طيب؟ من السودان. من السودان جاي تاخد صورة تبع الفيديو؟ اه على راسي. انا اخدت كل الحاجات الغلابة بتاعتك دي والله. الله يخليك على راسي. الله يخليك شكرا. دي ب 60 جنيه لو عايزاها. دي هتبقى ب 60 جنيه. هتبقى ب 60. تمام حلو قوي. تمام. في حاجة برضه زي كده. في حاجة زي كده. 70 جنيه. بصوا دي برضو ب 70 جنيه. شنطة محامي. حلو قوي. شنطة محامي ب 70 جنيه. تمام. كده 110. خلي وشها ليه زياد كده مش باينة. دي ب 110. تمام. حلو قوي. في حاجة زي كده ب 110. بصوا ثبت لنا شكلها وشها ليه. دي ب 110. الأسعار دي هيجي ياخدوا بيها زياد. ما تزودش عليهم. لا وربنا. طيب تمام. في حاجة أكبر منها زي كده ب 130. بصوا ثبت لنا بس ياخدوا عليها الصورة بس سكرين. بصوا دي ب 130. 130 تمام. في ايه تاني معانا يا زياد؟ في حاجه اوميجا زي كده. حاجه اوميجا. اوميجا توسيع مستورد. بصوا دي فيها توسيع. اوميجا. اوميجا. توسيع جبت توسيعها. بصوا ده جبت توسيع. تمام. ب 200 جنيه. خلي وشها ليا. ب 200 جنيه. دي عامله 200 جنيه. تمام حلو قوي. في حاجه زي كده ب 100 جنيه. حاجه نظيفه. حاجه زي كده. خلي بس امسكها لنا عدل ياخدوا عليها سكرين. بصوا دي هتبقى ب 100 جنيه. بصوا جيوب كتير قوي. اربع جيوب. تمام حلو قوي. في حاجه اوميجا زي كده مستورده. بصوا وشها ليه بس يا زياد تبان عشان كده بكام؟ 270. 270 تمام. ازيك يا مصعب؟ بخير الحمد لله. انت اخدت من عنده الشنط دي اخدتها باسعار الفيديو ولا لا؟ لا باسعار الفيديو. نفس اسعار الفيديو. نفس اسعار الفيديو. عملت يعني تخفيض كمان قال لي عشان يوميات مكه. الله يخليك. بصوا كل محل بروح له بقول له يوميات مكه بخفض لي كل حاجه. الله يخليك. تسلم يا مصعب. ما اعرفش اي حاجه من فيديوهاتك دي. انا رحت كل مكان واخدت كل حاجاتي. الله عايز ياكل حاجه يتابع قنوات مكه دي بس. الله يخليك. انت منين يا مصعب؟ قلت لي من السودان. على راسي ونورت مصر كلها وتتهنى بيهم كلهم يا رب. ماشي تسلم لي. انا لاب زي كده عامله 110. خلي وشها ليا بس. حاجه نظيفه. دي عامله 110. تمام. في حاجه زي كده ب 170. بصوا حاجه زي كده 170. ده اراها كله متبطن. بصي تمام حلو قوي. بصي دي السماعه كل على عرض. ده زي كده. بص حاجه زي كده الاولى دي عامله كام؟ كله عامل 180 و190. يعني الاول واحده والكبيره. 180 الكبيره دي. 180 والحمرة دي. الحمرة دي ب 220 جنيه. 220 حاجه زي كده دي. ب 170 جنيه اللي زي الموت دي. 170. طب نشوف بس الحاجه الثانيه. بصوا حاجه زي كده النبيتي دي. 180. 180 وتحتها نفسها هي هي. 180 هي هي بس لون ثاني. حاجه ادوار زي كده وعجل غسالة وعجل عادي. اللي هي بتتوسع وتتضيق. كبيرة الماسك كبير. بص حلو قوي. الماسك عامله كام دي؟ الماسك كبير ده ب 150. ب 150 والاصغر منه ده ب 110. 110 تمام. بصي في حاجات بنات زي كده. البناتي عامله كام البناتي؟ في حاجات زي كده كلها اللي على العرض ده كله عامل 160. اي واحده؟ اي واحده يعني الموف دي كام؟ 160. اي واحده على العرض؟ 160. 160 كل اللي على العرض ده ب 160. كل العرض ده بصوا كده 160 جنيه. بصوا 160 برضه. اي حاجه هوريها لكم هنا 160 زي ما انتم شايفين كده. اسعار الشنط دي ايه طيب؟ الله يخليك. طلع على حاجه زي كده. حاجه زي كده عامله 320. بص خلي وشها ليا بس عامله كام؟ 320. 320. بصوا معلش للاصوات بس. بصوا حلو قوي. عامله 320 صح؟ تمام. الوانها دي؟ الوانها الالوان بتاعتها. طب والماس الاكبر ده عامل كام؟ الاكبر هحسبه بس 420. وكم؟ 420. الله عنك خالص. في الوان الحسن الاصفر. في الالوان دي كلها. تمام. عايزه اقول لكم كميه شنط سفر كتير جدا بس عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى لعنوان فين؟ احنا موجودين في العتبه قدام سنترال العتبه على طول. هتنزلوا محطه مترو العتبه، هتركبوا من اي محطه وتنزلوا محطه مترو العتبه. هتخرجوا بقى بين السنترال والجراج. بصوا ده جراج العتبه اللي عملت عليه زوم، والشارع اللي بين السنترال والجراج ده اللي بنخرج منه من محطه المترو اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتخرجوا من محطه المترو هيبقى الجراج على يمينكم والسنترال على شمالكم. المكان اللي صورنا فيه قدام السنترال على طول زي ما انتم شايفين كده، والتليفون معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسونيش بقى في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.